وهنا رجاء رجاء بلادنا ما كاينش شي موقع انها يعني تنعت بانها ما عندهاش الاليات ولا ما عندهاش الخبره ولا ما عندهاش. ومني كنحتاجوا للمساعده الحكومه راه ما عندها حتى مشكل انها تطلب المساعده، خاصه في قضايا ترتبط بحياه المواطنين. ولكن ما فيها باس نتكلموا على الظروف والملابسات ديال هذا الطفل هذا. اولا التربه، لانه باش نتفقوا مجموعه ديال السيناريوهات وضعتهم لجان الانقاذ محليا وبتتبع مباشر من طرف السيد وزير الداخليه ووزير الصحه، وايضا باشراف من السيد رئيس الحكومه. وكان السيناريو الاول واش ما يمكنش نوسعوا القطر، ولكن التربه اللي مشينا حتى وسعنا القطر لا قدر الله نقدروا نطيحوا في شي مشكل ديال السقوط ديال الاحجار وديال التربه وديال كذا. تم التفكير واش يمكن ننزلوا شي واحد من اعضاء لجان الانقاذ. درت محاولات عديده في هذا الاطار هذا، للاسف كلها ما نجحتش لانه كانت كتلقى بواحد العائق. تم التفكير اننا نحفروا بشكل موازي ونحاولوا نوصلوا للطفل ونديروا واحد المنفذ منين تقدم على المستوى اللي وصلنا له. ما كاينش مشكل الاليات، ورجاء مره اخرى هذه راه المملكه المغربيه، راه ماشي شي بلاد وحده اخرى، راه عندنا الامكانيه والقدره والتجربه والحس باش نتدخلوا. هذا هو اللي كيدار، ولجان الانقاذ مشكوره واصلت الليل بالنهار 48 ساعه الان لكي تنقذ هذا الطفل، لان هذا الموضوع ماساوي على المستوى النفسي. وحنا كنحطوا راسنا في وضعيه الوالدين ديالو والاقارب ديالو والاهل ديالو والاحباب ديالو لكي ينتظروا في اي لحظه انه يكون الفرج. قلت المشكل الاول هو المشكل ديال الطبيعه ديال التربه، ففي اي لحظه كتخاف الا درتي شي تدخل قوي من طرف الاليات والاجهزه والاليات والمركبات انه لا قدر الله تقيس شي جانب معين ونوليو في شي ماساه واحده اخرى. والمشكل الثاني هنا لا بد ان اكد عليه هو المشكل ديال كثافه المواطنين اللي كيحجوا بكثافه لهذيك المنطقه هذيك.